خطيرا على المرمى لكنه قادر على ان يسجل. يا على هذه اللقطة، على هذه اللقطة بخطأ من حارس المرمى، السلية يعود عن طريق فهد غلطان الذي ينجح في ان يدرك التعادل مرة اخرى. خطأ من جانب ساطع عبد الناصر حارس المرمى الذي لم يتعامل مع الكرة في هذه اللقطة بالشكل الصحيح، وبالتالي المتابعة من فهد غلطان وتواجده في مكان مثالي في مكان مناسب. وبالتالي الآن نعود مرة أخرى إلى نقطة البداية في هذه